السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة عندنا درس يخص القسم التاريخ، الدرس بعنوان هجرة النبي محمد وبناء الدولة. وزي ما احنا متعودين بنبدأ درسنا بالمراجعة الجزئية زي كل درس، ونشوف أسئلة المراجعة الجزئية. قول لي أول حاجة، من هو أقيم في داره أول مدرسة في الإسلام؟ أقيم في داره أول مدرسة في الإسلام. طبعا هو ده احنا عارفين الأرقم، ابن أبي الأرقم. السؤال رقم 2 بيقول لي عم الرسول وكان من أشد المعارضين للدعوة الإسلامية. عم الرسول وكان من أشد المعارضين للدعوة الإسلامية هو؟ طبعا ده كان عمه أبو لهب. بعد كده السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على عمل الرسول بحرفة الراعي؟ النتائج المترتبة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بحرفة الراعي. طبعا الرسول اكتسب بعض الصفات أو عدة صفات، منها الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. تعال بقى سنة تانية نشوف موضوع درس النهاردة اللي بيتكلم على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. بقولي أول حاجة أولاد، طبعا احنا عارفين أن قريش مبدئيا كده من الدرس اللي فات، من درس البعثة، أن قريش من أول يوم في البعثة رفضت البعثة ديت أو الرسول رفض تام جدا. فبدأ الرسول ان هو يفكر بشكل مختلف شوية، وان هو يفكر في مكان تاني يقدر ينشر فيه الدين الاسلامي. فبيقول له مستر، هيبدأ الرسول يرتب ويخطط للهجرة الى يثرب عن طريق بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية. ولكن قبل بيعة العقبة الاولى والثانية بولي قام الرسول بعرض نفسه على القبائل والوفود التي تأتي للحج. يبقى هنا المشكلة كلها بدأت بعد رفض قريش دعوة الرسول، وبالإضافة إلى رفض أهل الطائف برضو دعوة الرسول ورفض نصرته. بدأ يفكر في أسلوب أنه ينشر به الرسالة الإسلامية والدين الإسلامي خارج شبه جزيرة أو خارج قريش. فبدأ أنه يعرض نفسه على قبائل الحجاج على أساس أنهم جايين من خارج قبيلة قريش، وبدأ يجد ضالته في يثرب او في اهل يثرب. فبدا ان هو يبدا يعرض عليهم الدين الاسلامي عن طريق حاجتين مهمين جدا نعرفهم بالتفصيل كمان شويه، هما بيعتي العقبه الاولى والثانيه. وتعالى نشوف ايه اللي حصل في بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. بيقول لي هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم التقى في موسم الحج في العام الحادي عشر من البعثه بسته رجال من اهل يثرب، فدعاهم الى الاسلام فاستجابوا وعادوا الى يثرب يدعون قومهم الى الاسلام. يعني هم سمعوا الكلام عن او الحديث عن الدين الاسلامي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجعوا الى مدينتهم او رجعوا الى يثرب، بداوا ان هم يدعوا قومهم الى الاسلام. يعني كده الاسلوب الجديد اللي اتخذه الرسول بعرض نفسه، ده التمهيد اللي كنا بنقول عليه، ده التمهيد اللي هيتم قبل بيعتي العقبه الاولى والثانيه، ان الرسول بدا يعرض نفسه على فقوافة الحجاج، التقى بستة رجال من أهل يثرب، عرض عليهم الدين الإسلامي، استجابوا له وعادوا إلى يثرب. مش بس كده ما سكتوش، لا ده هم كمان الست رجال دول بدأوا إن هم يدعوا قومهم إلى الدين الإسلامي. هنشوف بعد كده أولاد الموضوع المهم جدا بقى، وحاطينه لك في جدول، الفرق بين بيعتي العقبة الأولى والثانية، إن الرسول بدأ يقنع بيهم عدد كبير جدا من أهل مدينة يثرب للدخول في الإسلام. تعال نشوف مع بعض كده بيعة العقبة الأولى تاريخها كان عامل إزاي. أول حاجة بس يا مستر، قبل ما نتكلم عن بيعة العقبة الأولى أو الثانية، هي كلمة بيعة معناها عهد أو اتفاق، والعقبة ده مكان موجود في منى، وده مكان قريب من مكة. طيب في بيعة العقبة الأولى والثانية يجي لي كده قارن المقارنة أو وجه المقارنة بتاعي، هيبقى في ثلاث نقاط أساسية، اللي هي إيه؟ أول حاجة عندي التاريخ، ثاني حاجة الأحداث، ثالث حاجة عندي نتائج. قال لي بيعة العقبة الأولى كانت في العام الثاني عشر من البعثة. أخلي بالي هنا من البعثة مش من الهجرة، العام الثاني عشر من البعثة. قال لي بيعة العقبة الثانية كانت في العام الثالث عشر من البعثة، يعني بعديها بإيه؟ بعام. بس أركز قوي إن ده من البعثة. تمام. أما عن الأحداث فبيقول لي إن عقبة البيعة الأولى أولاد التقى الرسول بوفد من أهل يثرب عرضهم 12 رجل، يعني 12 رجل، دي في بيعة العقبة الأولى. أما بيعة العقبة الثانية التقى الرسول، العدد عمال يزيد، بوفد من أهل يثرب يتكون من 73 رجل وامرأتين، يعني بنتكلم في إجمالي 75 شخص. يبقى المقارنة في الأحداث، في بيعة العقبة الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام التقى بوفد من 12 رجل، أما في بيعة العقبة الثانية لما الموضوع بدأ يزيد شوية التقى الرسول ب 73 رجل وامرأتين.
قال لي مش بس كده كمان، قال لي بيعة العقبة الأولى الرسول طبعا طلب من الوفد اللي هو التقى بهم إن هم ألا يشركوا بالله وألا يسرقون ولا يقتلون أولادهم ولا يعصونه في معروف. طبعا هم وافقوا على الاتفاق دوت أو على البيعة دي. من نتائج البيعة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب ابن عمير، وطبعا مصعب ابن عمير ده كان أول سفير في الإسلام. طيب ده كان مهمته إيه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله معهم ليه؟ ليسرب. قال لي لكي يعلمهم أمور دينهم. يبقى من نتائج بيعة العقبة الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل مصعب ابن عمير مع وفد اهل يثرب لكي يعلمهم امور دينهم. طيب بالنسبه لبيعه العقبه الثانيه، طبعا قال لي كان من شروطها ان هم يعني اهل يثرب يحموا الرسول وينصروه ان هاجر اليهم. طبعا هم وافقوا على المبادئ دي، فنتيجه كده بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وامر المسلمين بالخروج الى يثرب. طيب هنيجي بعد كده ننتقل لنقطه جديده اولاد الهجره الى يثرب. بقول لي أول حاجة، هل قريش لما تعرف إن الرسول بيخطط وبيدبر للهجرة إلى يثرب، هل هيبقى رد فعلهم إيه؟ هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لهم هيوافقوا عليه ولا هيعملوا إيه؟ بقول لي مستر لا، تمت أو تدبير قريش مؤامرة ضد الرسول. طب ليه؟ ليه قريش هتبدأ تدبر المؤامرة ضد الرسول وخايفة من إيه؟ الميسة تقولينا عليها. قال لي طبعا قريش بدأت تدبر مؤامرة ضد الرسول في دار اسمها دار الندوة، لأن هي أدركت خطورة تجمع المسلمين في يثرب. كده عدد المسلمين هيزيد، بس هيزيد بعيد عن مكة، هيزيد في يثرب. طبعا فساعت أو عملت المؤامرة ديت علشان تمنع الرسول من أنه هو يهاجر ليثرب ويعمل دولة الإسلام في يثرب، أو اللي هيبقى يتحول اسمها بعد كده إلى المدينة. يبقى قريش دبرت مؤامرة ضد الرسول علشان هي أدركت خطورة تجمع المسلمين في يثرب، وذلك لمنع الرسول من الهجرة إلى يثرب واللحاق بالمسلمين هناك. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده بقى، ونبدأ مع بعض نشوف سؤال متفوقين. والسؤال بيقول لي أين اجتمعت قريش لتدبير مؤامرة للرسول؟ أين اجتمعت قريش لتدبير مؤامرة للرسول؟ فكر في السؤال ونكتب الإجابات ونبعتها في التعليقات أسفل الفيديو. تعال بعد كده أولاد نشوف إيه خطة الرسول للهجرة إلى يثرب. أول حاجة أولاد الرسول هيعملها إنه أخبر أبا بكر بصحبته في الهجرة. يبقى الرسول طبعا هيختار وهينتقي الأشخاص بمنتهى الجودة. أول حاجة عملها الرسول أخبر أبا بكر إنه هو أنت اللي هتصاحبني في الهجرة إلى يثرب. بعد كده استأجر دليلا. مين هو الدليل ده ويعني إيه كلمة دليل؟ الدليل هو الشخص اللي عارف الطرق اللي موجودة في الصحراء. طبعا لا الرسول ولا أبو بكر الصديق عارف إزاي الطريق من المدينة أو من المدينة إلى يثرب، فاختار دليل اسمه عبد الله ابن أريكت. يبقى أول حاجتين عملهم الرسول أو وضع الخطة اللي عملها الرسول، أخبر أبو بكر إن هو هيصاحبه في الهجرة، وكمان جاب دليل عشان ما يتهوش في الصحراء. الدليل ده كان اسمه عبد الله ابن أريكت. مش بس كده كمان، هنلاقي إن هو كلف علي ابن أبي طالب اللي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم برد الأمانات لأصحابها. كان طبعا أهل مكة كانوا بيشيلوا الأمانات عند الرسول، لأن الرسول طبعا كان معروف بالصادق الأمين، فكانوا بيشيلوا الأمانات بتاعتهم عنده. فالرسول طبعا كده يعتبر إن هو سافر فجأة، فالناس عايزة الأمانات بتاعتها، فهو ترك علي بن أبي طالب في فراشه لكي يقوم برد الأمانات إلى أهلها، وكذلك لكي ينخدع المشركون بوجود علي بن أبي طالب ويفكروا إن الرسول هو اللي لسه نايم في فراشه كمان. تالت حاجة كمان عندي اختباء الرسول. طب يا ترى الرسول بقى اختبأ فين؟ قال لي الرسول هو وصاحبه أبو بكر اختبأوا في غار اسمه غار ثور، واختبأوا في الغار دوت 3 ليالي. يبقى هي ديت الخطة اللي حطها الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو طبعا اختيار الأشخاص وان هو يضع الخطة بحيث ان هو ما يكونش فيه اي انواع من الخطأ. كمان اخبر الرسول، استأجر دليل عبد الله بن أريكت، كلف علي بن ابي طالب برد الامانات لاصحابها، وكمان اختباء الرسول. بس هل دي يا مستر الشخصيات بس اللي استعان بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته؟ قال لي لا، يوجد العديد من الشخصيات اللي استعان بها الرسول في خطته للهجره الى يثرب. اكيد مهام مختلفه هيحتاجها الرسول وهينتقي فيها الاشخاص بشكل قال لي طبعا يعني مهم جدا. من الشخصيات اللي استعان بها الرسول، احنا عرفنا اول شخصيه عندنا اللي هي عبد الله بن أريكت، وده كان دليل الرسول. الشخصيه الثانيه كانت شخصيه عبد الله بن ابي بكر الصديق، وده كان مكلف بتتبع اخبار المشركين. وعندي كمان شخصية أسماء بنت أبي بكر اللي هي ابنة سيدنا أبو بكر الصديق، ودي كانت بتقوم بإحضار الطعام لهم، إلى جانب عامر بن فهيرة اللي هو كان مكلف برعي الأغنام حول الغار لكي يخفي آثار أقدام الرسول وصاحب. دول الشخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام أولاد اختارهم عشان يتم خطته بنجاح ويتم الهجرة إلى يثرب بنجاح. تعال نشوف بعد كده هل الكلام ده هيتم وهينجح ولا لا.
قول لي نجاح خطة الرسول للهجرة إلى يثرب. طيب إيه هي الأسباب؟ طبعاً أول نجاح، أول سبب في أي نجاح أي حاجة أولاد توفيق الله بعنايته برسوله. أول حاجة نجاحك في المدرسة، نجاحك في الرزق، في أي حاجة، ده توفيق من عند ربنا. ده كان أول سبب. السبب الثاني التخطيط الجيد للأمر. شايفين الرسول عليه الصلاة والسلام لسه بيخطط، مش عامل الموضوع بشكل عشوائي، ده كمان محدد المهام بشكل جيد جدا لكل واحد. الحاجة الثانية السرية التامة. الرسول ما أعلنش إن هو هيهاجر، ولا أعلن الميعاد ولا الوقت ولا السكة ولا الطريق، عشان طبعا عارف إن قريش بتدبر له مؤامرة مهمة جدا. السبب الرابع في نجاح خطة الرسول للهجرة إلى يثرب اختيار القادرين على تنفيذ الخطة. الرسول زي ما قلت لك كل شوية بأكد عليك إن الرسول تم اختيار الأشخاص بكل عناية لكل واحد مهمته هيعملها، زي المسمى اللي قالتلنا. هي دي كانت أسباب نجاح خطة الرسول. يعني نعرف من كده إن خلاص إن الرسول تم الهجرة إلى يثرب. تعال بقى نشوف الرسول إيه الحاجات اللي هيعملها أول ما يروح يثرب. هيبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام أولاد يبني دولة إسلامية في يثرب. خلاص الموضوع انتهى في قريش مؤقتا، خلاص راح يثرب وهيبدأ إن هو بناء أو يعمل حاجة اسمها بناء الدولة الإسلامية. وبناء الدولة الإسلامية هيتم على ثلاث أعمدة مهمين جدا. الميسة تتفضل تقولهم لنا. قال لي طبعا الركن الأول هيتمثل عندي في بناء المسجد. طيب هو هنا بيقول لي بما تفسر ليه الرسول أقام المسجد؟ يعني أول حاجة عملها في دولة الإسلام في المدينة إن هو عمل مسجد، أكيد المسجد ده ليه مهمة في الوقت ده والرسول هيستعين بيها. قال لي المسجد ده كانت مهمته إيه؟ قال لي مهمته إن هو يكون مقرا للحكم ودارا للعبادة، ومش بس كده كمان مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى هيبقى أكنه يعتبر إيه؟ المكان اللي بيحكم منه الرسول، ومش بس كده كمان هيتعبدوا فيه، يعني هيقيموا فيه شعائرهم الدينية، إلى جانب إن هو مدرسة علم المسلمين اللي لسه داخلين جداد في الدين الإسلامي مبادئ الدين الإسلامي. ده الركن الأولاني. الركن الثاني أولاد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. مستر مين هم الأنصار ومين هم المهاجرين؟ المهاجرين سنة تانية الأشخاص اللي هجروا مع الرسول من المدينة إلى يثرب، والأنصار اللي نصروا من مكة إلى يثرب، والأنصار هم اللي نصروا اللي هم أهل يثرب اللي نصروا الرسول في بيعتي العقبة الأولى والثانية. طيب هيأخي بيهم ليه؟ وإيه موضوع المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين دول؟ هو طبعا أخى بين المهاجرين والأنصار لكي يسود الحب والتعاون والإخاء بين المسلمين، لدرجة أن الأنصار بدأوا أن هم يتسابقوا مع بعض، وكل واحد من الأنصار عايز ياخد واحد من المهاجرين يقيم معاه بيته، واقتسموا مع بعض الطعام والشراب وكذلك أيضا الأموال والتجارة. طيب الركن الثالث بيتكلم على حاجة اسمها وضع مبادئ التعايش مع الآخر. خلي بالك يثرب كان فيها طوائف كتيرة زي ما قلت لك من شوية، مهاجرين وأنصار، بالإضافة بقى ان كان فيها يهود كمان في مدينة يثرب. طب الرسول عايز يظبط ويحط قوانين لمبادئ الحياة في يثرب، هتبقى الراجل عايز يقيم دولة، فبيقول لي عمل حاجه اسمها وضع مبادئ التعايش مع الاخر. الميزه تشرحها لنا مع بعض. عمل كده مستر زي كتاب زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الصوره. الكتاب ده اسمه دستور المدينه او صحيفه المدينه. دستور المدينه او صحيفه المدينه دوت طبعا وضع فيه بعض المبادئ الخاصه بان حريه الدين، او مثلا ترك حريه العقيده ليه سواء المسلمين او اليهود، يعني كل واحد يمارس شعائره الدينيه بحريه تامه، الى جانب ان هو امن غير المسلمين على دينهم واموالهم ودور عبادتهم، بشرط ان هم يتعاونوا مع المسلمين في حمايه المدينه. يعني نفهم من كده ميس ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما اجبرش حد في الدخول في الدين الاسلامي. لا. ده من ضمن مبادئ التعايش مع الاخر ان هو كل واحد عنده حريه العباده، ترك حريه ممارسه الشعائر الدينيه. بالظبط كده، ممارسه شعائره الدينيه. يبقى هي ديت التلات أسس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام هيقيم فيها الدولة الإسلامية: بناء مسجد وعرفنا ليه، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكذلك وضع مبادئ التعايش مع الآخر. آخر حاجة عندنا في درسنا النهاردة سؤال المتفوقين بيقول لي حدد الأثر الناتج عنه. رفضت أهل الطائف دعوة الرسول، إيه النتائج المترتبة على إن أهل الطائف رفضوا دعوة الرسول؟ مستنين منكم الإجابات في التعليقات أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى دروس أخرى إن شاء الله.